عندي المرحله الاولى بتاعه التخميره الاولانيه محتاجين لها كوبايه ونص من الدقيق وكوبايه ميه ومعلقه كبيره من الخميره وثلاث معالق من السكر. دي المرحله الاولانيه بتاعه التخمير، تمام؟ دي التخميره الاولانيه اللي احنا هنبقى محتاجينها. هنعمل عجينه تانية او بقيه الدقيق اللي هو الثلاث كوبايات ونص، يعني احنا محتاجين كله خمس كوبايات دقيق، تمام؟ المرحله الاولى هاخد منهم كوبايه ونص من الدقيق وكوبايه ميه ومعلقه خميره وثلاث معالق سكر. المرحله الثانيه هاخد ثلاث كوبايات ونص من الدقيق وبشر ليمون وبشر برتقال ونص كوبايه من السكر وربع كوبايه من اللبن الدافي وثلاث بيضات وزبيب او فواكه مجففه، فواكه مجففه بس، زبيب بس اللي انتوا حابينه، ممكن قراصيه مشمشيه الكلام ده حابين تقطعوه، كل الكلام ده ينفع. عندي معلقه عسل وفانيليا وثلاث ارباع كوبايه من الزبده اللينه، لازم الزبده تكون لينه، هقطعها كده مكعبات. انا بالنسبه لي كده بصوا هي جامده شويه، طريه بصوا، بس انا عايزاها معجون اكتر من كده شويه، فيعني هحطها في السخونيه كده ثانيه، مش عايزاها سايحه خالص، خلاص؟ طيب هعجن طبعا بميه. طب انا بدل الميه ممكن اعجن بعصير برتقال، ينفع؟ يبقى عندكم اختيارين، يا تعجنوا بميه يا هتعجنوا بعصير برتقال. طب السوائل اللي هحتاجها للثلاث كوبايات ونص مع او المقدار كله، حوالي مثلا مع الربع كوبايه دي ممكن احتاج من كوبايه الا ربع، نص كوبايه، الكوبايه الا ربع من السوائل، سواء ميه سواء عصير برتقال سواء الاثنين، تمام كده؟ واحده واحده عشان ما نتلخبطش. هنبدا نجيب بس ايه بوله كده، هنبدا نعمل التخميره الاولانيه. المرحله الاولى اللي هي عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، عباره عن ثلاث معالق من السكر ومعلقه خميره، تمام كده؟ كل ده هقلبه كده مع بعض، خلاص؟ واحط عليه مقدار كوبايه ميه، حلو كده؟ وهبدا اقلب كده بالويسك كده، اخليه كاني بعمل كريب مثلا، هتبقى عجينه كده سايله شويه. يبقى هنا حطيت كوبايه ونص من الدقيق، عليهم كوبايه ميه، عليهم معلقه خميره وثلاث معالق من السكر اهو، خلاص؟ اقلب كل كده كل الكلام ده كويس لحد ما الاقيش دقيق خالص اهو، الشكل ده هتبقى عندي عجينه عامله كده، شايفين؟ مجرد بس تقليب، انا عايزه اقلب اخلي الدقيق يختفي، مش عايزه اكتر من كده اهو، تمام؟ هسيب العجينه دي متغطيه وتخمر حوالي نص ساعه. يبقى احنا حطينا كوبايه ونص من الدقيق، عليهم كوبايه ميه، عليهم معلقه خميره وثلاث معالق سكر، هغطيهم هتخمر، هتبقى بالشكل ده. بصوا ده كده المرحله دي بعد ما اتخمرت، تمام؟ دي يا دوب قلبناها، مش محتاجين اكتر من كده اهي، بصوا شايفين الهواء اتخمرت وضعفت حجمها، الكميه دي هي نفس الكميه دي، خلاص؟ فانا هسيب بقى دي هشتغل فيها، اول ما دي تخمر هبدا اعمل العجينه، بقيه العجينه بتاعتي. هجيب عجان او بوله كبيره اعجن فيه اي حاجه. عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، عندي نص كوبايه من السكر، عندي بشر برتقال وبشر ليمون، بص على الفرن يا اسلام، عندي فانيليا، عندي 3 بيضات، رشة ملح. أنا هنا البيض حط عليه بشر برتقال وبشر ليمون وفانيليا، تمام كده؟ هحط معلقة العسل، كل بقى المكونات التانية هحطها مع بعض. غطي الكبيرة دي إسلام أهو، حط معلقة العسل، تمام، ماشي، حط معلقة العسل، وهبدأ إن أنا إيه أحط عليهم اللبن، ربع كوباية لبن، أحط شوية الزبيب، هحط كمان شوية الفواكه المجففة، هسيب شوية كده لفوق الوش، وهشيل كل الحاجات اللي إحنا مش محتاجينها دي،
وهبدا اعجن العجينه دي. ما حطيتش الزبده، والزبده مش هينفع احطها خالص دلوقتي غير لما اعجن العجينه الاول. يبقى انا كده حطيت 3 كوبايات ونص من الدقيق، حطيت عليهم 3 بيضات وبشر ليمون وبشر برتقال وفانيليا، تمام، وحطيت عليهم ربع كوبايه من اللبن والزبيب والفواكه المجففه، خلاص، ونص كوبايه من السكر. هبدا اضرب بقى كل الكلام ده مع بعض. بصوا في المرحله دي انا مش هسيح الزبده، انا بس هخليها لينه شويه عن كده. خلاص هروح 10 ثواني في الميكرويف. تمام، هبدا احط عصير برتقال نص كوبايه او ميه اللي موجود عندكم. هاجي بقى عند العجينه اللي احنا كنا مخمرينها اهي، هبدا اضيف دي عليها، التخميره دي هبدا احطها عليها. هوريكم حالا واحنا بننزلها عامله ازاي. بصوا خمرانه كده، عامله شبه عجينه الزلابيه شويه اهي. بصوا عاملة ازاي، كل ده هحطه عليه كأنها عاملة زي عجينة الزلابية كده شوية. ديها تكنيك كده في العجن، بس في الآخر بتطلع نتيجة ممتازة. هبدأ أعجن كله. هبدأ كده ايه اجيب كل اللي على الاطراف عشان اتأكد ان كله بيتعجن مع بعض اهو. العجينة دي عندي ما بتبقاش عجينة متماسكة، بتبقى ملزقة وبتبقى مطاطية، هي ده بيبقى القوام بتاعها. بصوا انا لسه حاسه ان فيها قطع كده ايه مش معجونه مع العجينه كويس، فبجيبها كده من الجناب عشان اتاكد ان العجينه كلها ما فيهاش اي كتل كده او قطع زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بتبقى عامله زي اللبانه كده شويه العجينه. اضربها. المرحلة دي وانا بضرب هبدا احط الكوباية اللي ربع من الزبدة. بصوا انا خليتها بصوا لينة ازاي، عاملة زي المعجون، يعني مهم قوي القوام ده بتاعها. بصوا المكعبة عاملة زي المعجون معايا، بصوا اهي ده القوام المظبوط للزبدة اللي انا المفروض احطها. هبدا احط كده واحدة واحدة وانا بضرب شغالة لحد ما اخلص الكمية كلها.
بصوا عايزه اوريكم بقى العجينه، بصوا بتبقى زي المطاط كده، بصوا عامله ازاي، زي الاستك كده شويه. تمام، هضرب برضو فيها كده، اجيب من الجناب اهي، بصوا زي المطاط كده اهي الشكل ده. تمام، نبدا كده ايه نضرب فيها او نعجن فيها اخر عجنه. بصوا كل مدى هتبقى عامله زي المطاط بالشكل ده، خلاص بصوا اهو، بسيبها تخمر بالوضع ده. تمام، بسيبها تخمر، بصوا عامله زي، تحسوا ان هي ايه فيها مطه كده اهو. تمام، هسيبها تخمر في الوضع ده كده حوالي مثلا يعني ساعه ونص مثلا او حاجه، هغطيها واسيبها تخمر. تمام، بعد ما تخمر بتبقى عندي بالشكل اللي انا هوريه لكم ده حالا اهو. بصوا بصوا العجينه خمرانه عامله ازاي، لما بتخمر كمان التلزيقه دي بتروح سنه، بس برضو بتفضل ملزقه اهي، شايفين برضو نفس التلزيقه دي بس اخف بتبقى شويه. في الفرن يا سلام، هبدا اجيب كده قطاعه او سكينه او اي حاجه، وهجيب شويه دقيق كده حلوين جنبي. فين الدقيق؟ عشان ابدا ان انا انزل احطه على الرخامه وانزل عليها، لان هي خلي بالكم هي يعني بتبقى يعني ستيكي خالص، فبتبقى ملزقه، فعشان اعرف اتعامل معاها هرش دقيق كده على السطح. العجينه بتاعه البناتوني لازم تبقى بالقوام اللي انتم شايفينه ده، ما ينفعش تبقى عجينه ماسكه نفسها يعني.